الدرس الأول. السلام. اسم. أنت. كيف. الحال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. ما اسمك؟ اسمي محمد. وأنت ما اسمك؟ اسمي بكر. أهلا وسهلا. الدرس الثاني. السؤال عن الجنسية. جنسية. نعم. هل صباح الخير؟ صباح النور. ما جنسيتك؟ أنا باكستاني. وأنت ما جنسيتك؟ أنا هندي. أهلا وسهلا. فرصة طيبة. الدرس الثالث. السؤال عن المهنة. مدرس. مدرسة. طبيب. طبيبة. ممرض. ممرضة. مهندس. أنت. مساء الخير. مساء النور. ما مهنتك؟ أنا مدرس. وأنت ما مهنتك؟ أنا مهندس. وما مهنة إسماعيل؟ إسماعيل طبيب. وما مهنة أحمد؟ أحمد موظف. شكرا. عفوا. السؤال عن المهنة. مساء الخير. مساء النور. ما مهنتك؟ أنا طبيبة. وأنت ما مهنتك؟ أنا ممرضة.
وما مهنة مريم؟ مريم موظفة. شكرا. عفوا.